السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكل المستمعين الكرام أينما كانوا سواء داخل الوطن وخارجه، ودائما نرحب بفضيلة الدكتور محمد الفيد الاختصاصي والخبير في علم التغذية. أهلا بكم فضيلة الدكتور الجليل. أهلا وسهلا. مستمعي الكرام، في حلقتنا هذا المساء بإذن الله سنتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو التغيير الوراثي. نحن الآن في القرن 21 ونرى بأن التموين الغذائي العالمي يخضع لتحولات سريعة ومتتالية، وللمرة الأولى عبر ملايين السنين أصبح الإنسان والحيوان يتناولان أطعمة وأغذية غير طبيعية، أغذية لم تكن طوال تلك السنين تدخل في التموين الغذائي للبشرية. لقد قام الإنسان في الفترة الأخيرة بتغيير التركيب الأساسي للكائنات الحية، وخصوصا تلك التي تستخدم كغذاء بشري وحيواني، وبتعبير علمي أدق قام الإنسان بتغيير التركيب الجيني للنباتات والأغذية المختلفة. وهذه الأغذية المغيرة وراثيا انطلقت بشكل غير منظور، وأصبح الفاست فود يحل محل الأغذية الطبيعية في الأسواق وفي عالم التجارة. واليوم قد تضم معظم الأغذية المكدسة على رفوف المتاجر وفي المطاعم وحتى في محلات بيع الأغذية الطبيعية أطعمة وأغذية محورة ومغيرة وراثيا. في البلاد العربية كغيرنا من الشعوب والبلاد الأخرى من الدول النامية والمعتمدة اعتمادا كبيرا وأحيانا كليا في غذائها على الدول المتطورة تقنيا، حيث تعتبر الدول النامية أسواقا استهلاكية مربحة وحقول تجارب لترويج تقنيات الدول المتطورة، ولا سيما في ما يخص بذور المحاصيل والأطعمة المتنوعة. وطبعا فكل زائر للمتاجر وخصوصا الضخمة منها يشاهد أكثر ما يشاهد المنتوجات الأجنبية المستوردة من أغذية وأطعمة من أصل نباتي أو حيواني ومشروبات وملابس، ونادرا ما يكون منها منتوج محلي أو بلدي، وحتى المواد الخام التي تعلب مصانعنا بها الأغذية المختلفة مادة مستوردة، وهذا يشمل محاصيل الحبوب والأعلاف المنتشرة في جميع أنحاء بلادنا التي معظمها طبعا مستورد ومجهول الهوية والنوعية. أكيد دكتور. إذن كل هذه المعطيات بإذن الله سنناقشها رفقة فضيلة الدكتور محمد الفيد الاختصاصي والخبير في علوم التغذية. مستمعي الكرام، للمشاركة في البرنامج يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني nakhlroman@sncf.ma أو عبر صفحة الفيسبوك صفحة البرنامج نخل رومان إيميسيون. دكتور، لا يعلم المواطن المستهلك شيئا عن ماهية هذه الأغذية المغيرة وراثيا ومن يقوم بإنتاجها، وهل لها تأثير على صحة الإنسان وعلى البيئة بشكل عام، وما هو السبيل لتجنب أثارها الضارة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقط هناك تصويب، ويعني كما جاء في مقدمة كما تفضلت هناك مصطلحات الآن يعني متداولة حتى في المختبرات، ولكن مع الأسف الشديد أن في العالم الغربي نتكلم عن التغيير الوراثي. أنا أسميه التخريب الوراثي أحسن. لماذا؟ لأن يجب أن نستعمل مصطلح يعني كي نقرع آذان الناس، يعني كي يعلموا هذه الحقيقة. أن نتكلم بالأنجليزية يعني GMO Genetically Modified Organisms، يعني موديفايد يعني تغيير، بالفرنسية ليز اورغانيزم جينيتيك موديفي يعني موديفي يعني تغيير. فلما نصل الى اللغة العربية نجد ان اخواننا العرب يتكلمون عن التعديل. ولذلك نحن ما كلمة التحوير هي كلمة علمية. لما نتكلم مع الطلبة مثلا في الجامعة نتكلم عن التحوير. ولكن لما نتكلم عن الصناعة وعن ما يصل الناس يجب ان نوسع في المصطلح ويكون عادي، مصطلح عادي. لما نقول تغيير فالناس كلهم يعلمون ما معنى غير هذا الشيء لم يعد طبيعي. اما التحوير فهي تبقى كلمة مدققة وعلمية تقرن في التخصص. فيجب أن نتكلم عن التغيير. فنبدأ بقول الله سبحانه وتعالى قبل أن نخوض في هذه العلوم نعرف ما معنى هذا التغيير. ولماذا نتكلم عن تغيير؟ فأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله.
وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعني هذه الآيات يعني جاءت فيها كلمة شيطان مرتين. تحريم الخمر والميسر جاءت شيطان مرة واحدة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية ديال التغيير والتي جاءت كلمة شيطان يعني مرتين. يعني وأن الأخير ديال الآية أقوى من أولها، يعني ما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا. وأن نلاحظ الآن أنه خسران، هذا التغيير الولايتي هو خسران. نبدأ بالأرقام للذين يريدون أن يقنعوننا أن أمريكا هي أول دولة منتجة للوز مثلا. وأول ولاية يعني في الولايات المتحدة هي في كاليفورنيا. وأن الأمريكيين أكثر من 95% عندهم حساسية اللوز. هذا هو الخسران المبين الذي تكلم عنه الله سبحانه وتعالى. بريطانيا مثلا هي الأولى في إنتاج الأغنام، لحوم الغنم، وأنها هي الآن تضاهي أستراليا، وهناك يعني تنافسها أستراليا، يعني تنافسها، وكذلك يعني هي يعني عليهم بريطانيا لا تقدر على أستراليا. أستراليا عندها إنتاج شاسع، عندها يعني مجال واسع. فالآن الحمى المالطية، مشكل الحمى المالطية، ثم أن مشكل جنون الأبقار، مشكل جنون الأبقار ولم يترتب عن علف من حيوانات أو نفاية الحيوانات، هو علف ترتب عن فقدان البقر لبرمجته التي يتعرف بها على النجاسة. ثم أن في آسيا مثلا نجد الدواجن كذلك في آسيا، هذا زكام الدواجن، يعني هذا المصيبة هذه كان السنوات الذي ظهر فيها هذا الخبر، ويعني وظهر هكذا، ويعني ثم نسوا الناس هذه الأشياء. وكان هذاك الوقت كانت آسيا كانت ستحرق كل الدواجن التي على أراضيها. ثم إذا أضفنا منتوجات أخرى هي الآن لا تصلح للاستهلاك البشري. لماذا؟ لأنها غيرت. فنحن يعني السلامة الغذائية قبل الأمن الغذائي، يعني قبل الاكتفاء الذاتي، السلامة الغذائية. ولذلك أنا أركز دائما على هذه النقطة على في الإعلام، ويعني وبرامج كثيرة يعني قد وضحتها، أن ليس بحجة الاكتفاء الذاتي أننا نعطي للناس سموم. مثلا دولة ما تدخل للسوق الدولية وتجد تمر رخيص، ثم تقول من يعني أنا الذي يجوع في بلدي فأشتري هذا المنتوج لأنه موجود في السوق لأنه رخيص. هذا هو الخطر، وهذا هو الخطر. نشتري منتوجات طبيعية، إن لم تكن منتوجات طبيعية لا نشتري. فالمغرب الحمد لله، لماذا أنا أتكلم هكذا؟ يعني المغرب منتج، بلد منتج، بلد زراعي، بلد فلاحي، بلد أخضر، بلد في مية، بلد في حبوب، بلد في قطاني، بلد في خشاش الأرض، بلد في كل شيء ينقصه العمل. إذا كان العمل فأنا متيقن 101% أن لدينا اكتفاء ذاتي. إذا رشد الناس الاستهلاك وأكلوا الشعير والذرة، ليس القمح لوحده، أن عندنا اكتفاء ذاتي. إذا كان الناس رجعوا لعاداتهم الغذائية المغربية، لدينا اكتفاء ذاتي. ثم هناك آية أخرى، سبحان الله، يعني هذه القرآن تكلم عن تغيير ومراحل. المرحلة الأولى: لا أمر أنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، أن الأنعام الآن نسميه التراساج، يعني هذه الأنعام كلها الآن عندها رقم في آذانها، يعني في الغرب كلها. في المغرب رحنا بدينا هذا التراساج، أن الأبقار العبر جينية ترانزينيك، الأبقار العبر جينية لا في أوروبا الغربية ولا في يعني أمريكا ولا هذه، الأبقار عبر جينية، هذه الأبقار العبر جينية أدخلت لها بعض الجينات، إما كي تعطي حليب أكثر أو كي يكون تعطي يعني عجول بلحم أحسن أو ما إلى ذلك، هذه ترانس جينيك. ثم أن القمح ترانس جينيك الآن، هذه الذرة الآن جي أم أو، الصويا جي ام او اللي كاينه في السوق الدوليه، ان كذلك قصب السكر وشمندر السكر، ثم دخلت الكانوا ودخلت القطن ودخلت كذلك، يعني هذه اشياء يعني لم اللوز لم يبقى هناك انتاج الان بدون تغيير ولاتي. فاللائحه يعني توسعت بكثره، اصبحت لائحه طويله. عندنا في المغرب الحمد لله لازالت هناك منتوجات مثل الصبار، تين الشوكي الهندية، لازال عندنا زيتون جيد، عندنا شعير البلدي، الشعير البلدي، لأن لدينا بذور جيدة في المغرب، ولدينا يعني مخزون جيني في المغرب جيد. مازال عندنا مناطق فيها قمح من اللي خلق الله الأرض، يعني مشيت الأطلس مثلا خنيفرة وبولمان وميسور وطاد الحاج وبعض المناطق الجبلية هذه، باقي عندنا المنتوجات أنواع من القمح من اللي خلق الله سبحانه وتعالى. نعم، باقي عندنا الخرش في البلدية، باقي عندنا البطاطا البلدية الحلوة، باقي عندنا البطاطا القصبية، عندنا اللفت الصفر، عندنا اللفت الابيض، والفلاح بداو كيزرعوا واحد النوع ديال اللفت فيه المذاق ديال الجدر الأبيض أو اللي كنسموها باللغة المحلية اللفت المحفورة. والرطبقة، هذيك الرطبقة كاينة في الدول السكندنافية، والرطبقة داخلة لائحة ديال التغيير الوراثي. يعني أن الفراولة
كذلك. فلولا داخل اللائحة ديال التغيير الولاتي خاص الناس يعرفوا هذه القضية، أن الأغراس الآن مستوردة ديال الزيتون يجب أن يتحرر الفلاحة هذا الأغراس، أن هناك أغراس مغيرة وراثيا ديال الزيتون، هناك أغراس مغيرة وراثيا ديال المندرين ديال البرتقال، وكاين عليين ستدخل أشجار كثيرة يعني لهكذا. ثم لما نتكلم من الناحية العلمية أن هذا التغيير فلا يبتكن آذان الأنعام المرحلة، ثم لا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا قرآن كوني، هذا لا يمكن للفقهاء أن يخوضوا فيه، هذا قرآن كوني ساينس ومن الدرجة العالية في العلوم، لأن أقسام أوج ما وصلت إليه العلوم الآن والهندسة الجينية. نعم. وهذه الآية هي فيها هندسة جينية، وأن القرآن يتحدى هذه العلوم. نعم. وأن هذه الهندسة الله يتكلم عن التغيير، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يستعمل مصطلحات بسيطة ولكن ليعبر بها عن علوم قوية، أن ليغيرن خلق الله. يعني يكفي تقول الشخص أن غيرت خلق الله، ماذا يفهم من غيرت خلق الله؟ أن الجزر كان طبيعي أنه أصبح مغير وراثيا، نعطيك مثل. ثم ماذا من الناحية الكيماوية؟ نحن ندخل التدقيق وعندنا تراكيب، يعني تركيب كيماوي. الخرشوف مثلا، نأخذ الخرشوف. الخرشوف البلدي كانت في 20-25 ميسيليمارين، كان دواء، كان يعني يعالج الكبد، أمراض الكبد. الان الخرشوف الرومي باقي ما وصلناش تغيير ولاتي، غير الخرشوف الرومي، غير ملي هذاك الخرشوف كان تينبت في لوحده طبيعي بري، كانت فيه 20-25 سيليمارين وسيناري، كذا ماده سيناري. الان ملي الانسان بدا كيزرعوا بدا كيحرطوا بدا كينقح هذيك البذور، نقصت تركيز السيليمارين، هبط 5%. نعم، يعني هبط 5%، يعني من 20-25 ل 5. اما الخرشوف البلدي هذا المغير وراثيا ربما ما تبقاش في السيليمارين، وربما تحل محلها جزيئة أخرى مثلا أليرجينيك، ربما تسبب الحساسية. نعم. لأن لاحظنا أن هذه المنتوجات المغيرة الوراثية أول ما تسبب الحساسية، كما سنتكلم إن شاء الله يعني في المرحلة الثانية. ما هو التغيير الوراثي؟ التغيير الوراثي هو إدخال جين واحد المورثة أجنبية على النوع. مثلا نأخذ مورثة عند البكتيريا وندخلوها عند النبات، هو الآن جي ام او عند نبات ومدخلي لي بيتي البقات، ما تسمى بالبقات الباسيلوس تورينجينسيس، هذه واحد البكتيريا لا تضر الإنسان وإنما تقضي على الحشرات، هذه البكتيريا تقضي على الحشرات، هذه المورثة التي تقضي بها هذه البكتيريا على الحشرات تأخذ من البكتيريا تدخل للنبات لكي يدافع هذا النبات بنفسه، وهو يقتل الحشرات كي لا نستعمل مبيدات وما إلى ذلك. هذه المورثة هي الكود من اللي تدخل النبات كتبدأ، هي هذاك النبات كي بدأ يمثل، كي بدأ يصنع، كي بدأ يفرز المبيدات بنفسه. مع الأسف لما نستهلك نعم هو في نفس الوقت سم وقاتل، لا الطريقة الذي تضربها الإنسان. نعم. لما نأكل مثلا هذا النبات المغير وراثيا الذي أدخلت لي هذه البقات، نعم هذه البقات في أمعاء الإنسان ستعمل نفس الشيء، أنها تنتج مبيدات في الأمعاء، أن ليس نأكل مبيدات طبيعية ولكن سنتنتجها داخل الجسم، هذا خطير. يعني نعم نعم، هناك العلماء الآن في البحث العلمي في أمريكا الآن تقدم يعني بكثير، وأن في الأول كان يقولون أن العلم لا زال لم يبين خطورة هذا، ويجب أن لا ننتظر حتى يعني تموت نصف الكرة الأرضية كي نقول بأن في خطر، يجب أن نجنب الناس قبل أن يقع الخطر، ولا حتى يموت شخص واحد يعني من 7 مليارات اللي وصلنا لها، لا يموت شخص واحد، لأن هذه نفس والنفس نفس، يعني كيف ما كان صاحبها يعني يكون قاري ولا مقاريش ولا أبيض ولا أسود ولا يكون مسلم ولا يهودي ولا يكون مسيحي ولا يكون ساكن في الجبل ولا يكون ساكن في، يعني فهي نفس في الأخير، فهي نفس أكيد. لكن دكتور الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا غادين بواحد الجنازة يهودي، نعم مدوزين يعني تمر أمامه، فقام رسول قام وقف، نعم فقال له صحابة يا رسول الله إنها جنازة اليهود، قال أوليست نفس صلى الله عليه وسلم، نعم أوليست نفس، فهذه نفس خلق الله أكيد. سبحانه وتعالى، ويجب أن نرى الأمور هكذا، فالإسلام يرى النفوس ويرى الناس ويعالج كل الناس. يعني النباتات السهلة هي الذرة والصويا، لماذا؟ لأن إنتاج ضخم نشوف، نعم. الذرة المغيرة وراثيا الآن شوفوا الفلاحة شحال كتعطيهم، نعم. هذه اللي ولاو تيطحنوها وتيعطيوها الأبقار، يعني نعم. سلوجة، نعم. سيليج، نعم. هذه الذرة كتطلع ب 3 متر و 3 متر ونص وكتعطي حتى 65-70 طن في الهكتار، الفلاح مدعمينه ملي غادي يسمع 70 طن في الهكتار طبعا سيزرعوها، أكيد. عندنا حقول الغرب مثلا من جهة من المناصرة يعني حتى العوامرة حتى السيدي سليمان، يعني حتى يعني هذا المنطقة الغرب، هذه العوامرة هي منطقة كما قلت يعني في حلقة سابقة تكفي المغرب العربي كله من الخضر، نعم.
تكفي المغرب العربي من الحوض. يعني تربه يعني فيها ماء مياه ماء وهي تربه الخضر. نعم. هذه جيد. فيجب ان يكون عمل وان نرشد العمل حتى ديك الفلوس. يعني في وزاره الفلاحه كتصرف فلوس كتعطي دعم كدعم الفلاح، ولكن هذاك الدعم كيضيع. خاصة تدير برنامج دعم آخر. أكيد. مثلا تعطي هذيك الفيول بالمجان أو تزرع الأرض أو تعطي آلات. يكون دعم. نعم يكون دعم على شكل عمل. غير هي مشي على شكل دكتور دابا يعني هاد التغيير تغيير الجينات بالنسبة للنباتات والأغذية. نعم. الهدف منه هو طبعا رفع الإنتاج. نعم. ولكن هاد رفع الإنتاج هو مضر. نعم على حساب صحة الناس. هذا هو المشكل. نعم. لماذا لا نرفع الإنتاج دون أن نضر هؤلاء؟ لا يمكن لا يمكن لا رفع الإنتاج ممكن رفع الإنتاج. نعم. بتقنيات جيدة ومراقبة التربة ومراقبة المياه ومراقبة المزروعات. حتى أجدادنا. نعم. كانوا ينتقون البذور. نعم. كانوا كيعزلوا الذرة مزيانة كيزرعوها كيعزلوا قمح جيد يزرعوه. نعم. والذرة كانوا كيخلوها في الكبالة باش 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 يزرعوها. يعني أجدادنا كانوا تقنيين أكثر من العلماء الآن ديال دي دي دي. نعم. وكانوا ينتقون أغراس جيدة. كانوا كيلقموا الزيتون بهذا الجبوج، يعني هذا الزيتون. نعم. البري. نعم. باش الزيتونة ما يجيوش لها هذوك الأمراض. يعني نعم. الحشرات قوية هي. نعم. وكانوا كيلقموا الليمون وكيلقموا النعناع الآن هذه الشهدية والبرق وداك الشيء الفلاح الآن كيلقموهم كيسموهم. نعم. البلدي. نعم. هذه هي التقنيات اللي ممكن. علاش غادي يكون عندنا منتوج جيد بلدي. نعم. معنى بلدي أنا. نعم. طبيعي 100% أنه يقي الجسم من الأمراض. نعم. ما فيش أليرجينات. وثانيا أنا غادي يكون إنتاج نقي نظيف. طبعا. لماذا؟ لأن الشخص يفضل يأكل مثلا برقوقة ولا يعني حبتين برقوق ولا حبتين مشمش. نعم. طبيعيين يعطيوا للجسم الكمية الكافية من مضادات الأكسدة. نعم. ولكن ما يأكلش عشرات الحبات مغيرة وراثيا لأنه سيعطي تركيز عالي من الأليرجينات للجسم. نعم. لأن هذه المنتوجات يعني التركيز الأليرجينات يعني الجزيئات التي تسبب الحساسية عند الإنسان ارتفعت. نعم. الأليرجينات ارتفعت في هذه المكونات هذه. نعم. ثم أن التركيب الذي يحفظ المضادات للأكسدة مثلا المضادات للأكسدة هي المواد الحافظة لجسمية هي نقصت في هذه المزروعات هذه المغيرة. طبعا ستكسر الأمراض. لكن عليا نحن. نعم. الموقف ديالنا واضح أن بلدنا أخضر ويجب أن ندافع عن مزروعتنا. تركيا. نعم. مثلا منعت عند قانون أصدرت قانون تمنع في دخول مشي إنتاج. نعم. دخول مواد مغيرة وراثية. نعم. لا طبعا هما على المنتوج المحلي فقط. طبعا لعلاش يعني بلدك المغربي يجب ان يحفظ المنتوج ديالو. نعم. لاننا بلد اخضر لان عندنا انتاج هذا. نعم. وعندنا اشياء لا توجد الا في المغرب. نعم. مثل القرقاع البياض مثل الارغان. نعم. الدغموس نبات الدغموس اللي كان في الجبل. نعم. هذه تيكيوت. النباتات في المغرب تنبت كلها يعني اللفت المحفوره القصبر الكزبره. نعم. الخضراء ما تنبتش في اوروبا الكزبره. نعم. كتنبت في المغرب قليل اللي عرف هذه القضيه لان المعدنوس والكرافس كينبتوا في اوروبا لان كيبغوا البروده ولكن القصبر لا. عجيب. الكزبره ماشي بالسهل. لماذا حتى هذيك القرعه الحرشه. نعم. كاين قرعيات واحد النوع عندنا بلدي حرشه. نعم. هذيك ما كتنبتش في اوروبا لا يمكن لانها حساسه للبرد حتى في المغرب ملي كتكون جريحه ملي كيكون البرد قارس. نعم. فالبحير ديال الفلاحه كيمشيو لان. نعم. كيضربهم هذاك الثلج. نعم. فهذا التغيير وراثي. انا الناس كلهم كانوا يعني العلماء والفلاسفه كلهم كل مرات يقولوا بان نهايه العالم ستكون مثلا الزهري. واحد الوقت ملي كان الزهري يعني كان منتشر بكثره واحد الوقت قالوا نهايه العالم ستكون مثلا الايدز هذا. نعم. فقدان المناعه. نعم. سيدا الان دابا ما بقاوش كيقول عليه الايدز ولا مرض عادي بحاله بحال ولكن بعض العلماء الان ولات يقولوا ربما يكون تغيير وراثي. نعم. ولا علي غادي سيمر ان شاء الله ولكن الان الغريب ان امريكا هي بدات هادشي وان امريكا الان راجعه ل 70% انتاج طبيعي. نعم. ان فرنسا الان وصلت 30% وصلت 35 كانت وصلت 25. نعم. يعني هذه 5 سنوات فرنسا وفرنسا من الدول يعني للعلماء ديالها يعني مقتنعين بهذه يعني المساله هذه يعني لا يحبون هذا التغيير الوراثي. اوروبا الشرقيه بلغاريا وهنغاريا رومانيا عندها انتاج ضخم خصوصا من الحبوب الزيتيه. يعني شتي الزيوت الان ذاك العام شنو عملت في اوروبا كان عندهم مشكل ديال الزيت. اوروبا الشرقيه فيها التغيير الوراثي. الهند فيها التغيير الوراثي. الصين فيها التغيير الوراثي. افريقيا الجنوبيه فيها التغيير الوراثي. مصر فيها التغيير الوراثي. ان ارجنتين والمكسيك ودول امريكا اللاتينيه فيها التغيير الوراثي. الصوجه في الارجنتين أرجنتين خاصة تحرق الصوجة ديالها كلها لأن الآن والله عندهم مشكل خانق في أرجنتين. نعم. أن مشاكل كثيرة يعني في الصحافة الأرجنتينية الآن لا يتكلمون إلا عن الصوجة مغيرة وراثية. الولايات المتحدة طبعا فيها تغيير وراثي. كندا فيها تغيير وراثي. هاد الدول هي الدول المنتجة هي. نعم. الدول الآن اللي موجودة في السوق الدولية. نعم. فإذا ما كانت هناك دولة ما
كل المغرب ولا تكون السعودية ولا مصر ولا تونس ولا الجزائر ولا أي دولة ما يعني تستورد القمح من السوق الدولية فهي تستورد القمح ترانزجينيك مغير إذا استوردت زيوت من السوق الدولية فهي تستورد زيوت مستخرجة من الذرة ومن الصويا مغيرة ولاتية خاص الناس يعرفون فقط أما رام كيستهلكوا يعني الناس كلهم كيستهلكوا غير على الأقل المعلومة توصل على الناس يجب أن يكون هذا الخبر لماذا لأن ربما إن شاء الله هذا المواطن المغربي من اللي غادي يوعى ربما غادي يساعد المغرب كدولة أن أكبر عدد الباحثين البارعين في الميدان الهندسة الجينية هما مغاربة لماذا؟ لأن الفترة اللي كان فيها هذا الهندسة الجينية أو هذا علم الوراثة يعني مزدهر هو الفترة اللي تقريبا جل الأساتذة الجامعية الآلي في الجامعات في المغرب كلهم درسوا هذا البيولوجي موليكولير وهذا القضية دي الجينيتيك وعندنا باحثين يعني أنا أنوه هنا أن عندنا باحثين مغاربة أنهم بارعين وأن المغاربة أذكياء ويجب أن لا ينساقوا أو ينزلقوا حول هاد الناس اللي عندهم هذا الخطاب بأن ليس هناك اكتفاء ذاتي والأمن الغذائي وهذا الأمن الغذائي هو حق يراد به باطل فقط حق يراد به باطل يعني فمع الأسف هناك المغرب ليس مقتنع الباحث المغاربة والعلماء المغاربة ليس مقتنعين وهذا أنا يعني أكشف لك أن الباحثين أذكياء فالباحث المغاربة ليسوا مقتنعين يعني بتغيير ولاتي ولا يميلون يعني فهناك يعني قلة قليلة من العلماء في المغرب والباحثين اللي شوية عندهم واحد اقتناع يعني ديال 50% 60% هذه المواد التي منعت هناك في يعني أوروبا هي الآن تباع هنا في الأسواق نعم أكيد 100% أكيد. وهذا المشكلة اللي قلت لك أنا بأنه مسؤولية الباحثين عندنا مختبر في الدار البيضاء يعني ما شاء الله من المستوى الأمريكي فيما يخص البحث وفيما يخص الغش وفيما يخص التحاليل المخبرية ولكن هذا المختبر يكتفي ببعض العينات التي يحلله هذا المختبر يجب أن يتدخل في الجمارك في الاستيراد ويجب أن يحضر ويمنع جميع المواد التي يكون فيها أثر تغيير ولاتي لأن القانون المغربي إلى حد الآن يمنع التغيير الوراثي أنا أقول القانون المغربي يمنع ولكن هذه يمنع واش الإنتاج ولا الاستهلاك ولا الاستيراد ما واضحش إنما الإنتاج لا ولكن ربما هذا القانون هذا ربما علينا الناس يدوروه لصالحهم فنكملوا المدار الصحي إنما هم هنا وصحة المواطن أكيد فكان في أول الأمر أول ما توصل إلي الباحثون في الميدان الطبي أن يزيد في حساسية الأشخاص الحساسية ثم من بعدها يعني الأمراض المناعية لاحظوا أن الأمراض المناعية الآن في تصاعد يعني من السكليروزيس يعني من البهجات يعني من الليبيوس هذه الذئب الحمامي من يعني بسورياسيس سكري الزهايمر باركنسون وحتى الجيلانباري كانت يعني نادرة دابا الجيلانباري ولا التغيير الوراثي لا نفهموه في التغذية فقط أنه كاين حتى في اللقاحات ديال الأطفال الصغار وكاين اللقاحات ديال الكبار لقاحات مثلا لانتيرفيرون جي ام او يعني الى اللقاحات هذه اللي كدار الكبار يعني هذه لانتيرفيرون ليباتيت بي سي اللقاح ديال فيروس الكبد هو جي ام او ومغير وراثي يعني فهاد المسائل هذه أظن أن ربما الأطباء ما يعرفوهاش هاد القضية هذه فعلى الأقل نحن نشتري من السوق ونشتري بأموالنا فيجب أن لا يضحك علينا فقط يجب أن ننتقي أشياء جيدة نشتريها يعني ما كيتبرعوش عندنا يعني هاد اللقاحات المغيرة وراثيا يعني هل ستشفي أم ستضر؟ عليين هما هي الشجار الآن اللي قايم الآن في أمريكا وفي أوروبا حول هاد الموضوع هذا كاين علماء الان اللي يعني راهم يعني ما شاء الله في خصوص يعني على مستوى الدول الاسكندنافية على مستوى هولندا كاين بعد علماء الان مقابلين شهد يعني هاد المسائل هذه وكاين دابا ملفات في القضاء ملفات كثير يعني الان في القضاء فهذا التغيير الوراثي علاقته بالحساسية علاقته بالامراض المناعية علاقته كذلك بالسرطان الان علاقته بعض الامراض التي ظهرت مؤخرا مثل مرض كرون مثل بعض الاشياء التي ظهرت في الجهاز الهضمي ثم علاقته حاليا الحساسية تكون خارجية ولا داخلية حيث هناك انواع من الحساسية الداخلية كذلك هي كاين امراض غريبة ظهرت نعم. يعني هو كاين واحد طبيب امريكي كانوا عنده هذوك لي باسيون يعني هذوك الناس اللي كيتعالجوا عنده
لاحظ تقريبا في شي 4 ولا 5 التحليلات ديال الاطفال لاحظ عندهم الايوزينوفيلات طالعين. نعم. في التحليله ديال الدم كلشي مزيان، ولكن هو لاحظ هكا يعني داك الذكاء ديالو لقى الايوزينوفات كاع عندك الاطفال كلهم الايوزينات ديالهم طالعين كثار. فسول الامهات ديالهم قال لهم هاد الاطفال اش تاكلوا، يعني كان عندهم الدايت يعني هذا الحميه النظام الغذائي ديالهم جيد، الا انهم كانوا تيشريوا التريبتوفان واحد الحمض اميني من الصيدليه. نعم. هو تيدفع الحمض التريبتوفان كيعطيوها فلقاهم كلهم كيسوا هذاك التريبتوفان ار، معنى ار ريكومبايند معنى مغير وراثيا. نعم. وهو عاد سول في المكسيك، انا حققت بعض الحالات في المكسيك بان كان هذا الام نفس المرض، وقال بان راه من الريكومباين هذيك التريبتوفان هي اللي عملت، هو اللي تيقن بان هذيك التريبتوفان جي ام او هي اللي طلعت يعني الايوزينوفيلات عند الاطفال. آه نعم. ليس الايوزينوفيلات، احنا توصلنا الى ان التحليله ديال الدم يعني كلها تولي فيها خلل. نعم. وهذه الامور، هذه المسائل ديال الامراض التي تتعلق بتحليله الدم. نعم. هي كلها امراض الان تتسبب فيها هذه المنتوجات، هذه يعني المغيره الوراثيه. يعني ربما غادي يوقع علينا مشكل في العقم. نعم. عند الرجال والنساء. نعم. ربما غادي يوقع غادي يترتب عليها بعض الامراض اللي ولات ماشي ظاهره. نعم. اللي ولات يعني كل شيء عنده. نعم. التكيسات والغده الدرقيه. اكيد حديت ولا حرج. التكيسات. نعم. التكيسات والغده الدرقيه تقريبا 90% ديال الناس اللي ما عندوش هذه عنده. مع كامل الاسف. اذا دكتور نحرر مكالمه على الخط. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الاسم الكريم. ام يسرى من فاس. اهلا ام يسرى من مدينه فاس، تفضلي. شكرا استاذة لطيفة دكتور سعيد. سؤال بسيط ديال العامية، واش القفة ديالنا قالها تعريض وراثي؟ هو الاستنساخ هل يدخل في التعديل الوراثي للحيوان؟ وهم بغاو يكثروا الانتاج باش هذا اضرار، ما هي العواقب بعد التكنولوجيا البيولوجية؟ نعم. اذا شكرا لك ام يسرى مدينة فاس. شوف سبحان الله جميع العلوم. نعم. لما علم الكيمياء هي اول علم يعني بدا هو الكيمياء او الالكيمية اللي بدات من بعد الكيمياء. علم الكيمياء من اللي تقدم صنع القنبلة الذرية ومن بعد القنبلة النووية. القنبلة الذرية. علم الفيزياء لما تقدم وفات الحد ديالو صنع القنبلة النووية. القنبلة النووية اما 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 تنفجر وتدي الارض كلها. نعم. اما تبقى هناك. نعم. ما تبقى هناك. نعم. لا يقدر احد على يعني فك تصفيه المفعول ديالها. لا يمكن. نعم. ثم علم البيولوجيا الان لما فات الحد ديالو تعدى السطر الاحمر هو خرج القنبله البيولوجيه. نعم. يعني هذه القنبله البيولوجيه وما حولها يعني التغيير الوراثي. نعم. وهذا المصائب هذه. فالتغيير عليه هذا الفئران التي احدثت الضجه. نعم. واحد اشاره فقط للاعلام المغربي. نعم. دائما ننتظر حتى يظهر الخبر في اوروبا تمان نبداو نجريو نقلبوا على شي واحد يتكلمنا على هذا. يعني الخيار في اوروبا عاد تكلمنا عليه في المغرب، رغم ان كانوا عندنا حالات ديال هذا المشكل ديال النزيف الدموي ديال الخضار، كان عندنا عند الاطفال في مستشفى في الرباط كان عندنا منذ 20 سنه. ملي تكلموا على الخيار في اوروبا تكلمنا على الخيار في المغرب، ملي تكلموا على الاكريلاميد برا انا تكلمت على الاكريلاميد في 2002 ملي المعهد ديال ستوكهولم اكتشف الاكريلاميد انا تكلمت عليه ومسجل هذاك القرص، سجل محاضره على شكل قرص مدمج دابا في اليوتيوب. يعني ملي ظهر الاكريلاميد عاد الصحافه ديالنا بدات كتهضر على المرئيه ولا المكتوب، عاد كتهضر على الاكريلاميد. دابا ملي هذيك الجي ام او ملي دارت الباحثين الفرنسيين نشروا النتائج ديالهم عاد الصحافه ديالنا ماشي دابا الان لحوم الخيل حتى بانت لي عادين احنا يعني خاصنا ماشي نكونوا ناقلين للخبر ولا اخر من يعلم. نعم. خاصنا نكونوا اول من يعلم، لان خاصنا نعرفوا بان راه الباحثين المغاربه هما اللي كيسيروا الباحث المعاهد العلميه في العالم، خاصنا نعرفوا يعني المواطن المغربي ما عارفش هذه. جميع المعاهد ديال الابحاث العلميه المتقدمه المتطوره في جميع الدول بما في ذلك استراليا واليابان. نعم. هي فيها باحثين مغاربه. نعم. كاينين في المانيا، كاينين في بريطانيا، كاينين في الدول الاسكندنافيه، كاينين في كندا، كاينين في الولايات المتحده، كاينين في جميع الدول باحثين المغاربه اللي كيسيروا هذا المختبرات. يعني هذا ماشي غير رجال ونساء. ومحمود. نعم. رجال ونساء يعني، وحتى في مجالات اخرى. نعم. مجال الفلسفه ومجال القضاء ومجال حقوق الانسان ومجال كاين مغاربه ومغربيات يعني ما شاء الله. ولذلك لا نكون نحن اول دولة في العالم للعلماء ما حيث العلماء اللي كيعيشين ونكون اخر دولة لا تعلم هذا الخبر هذا. علاش؟ لانه كما قالت ها تكلمنا غير على كلمة كلشي الناس كيتكلم على التعديل الوراثي.
يعني أصبحت يعني متداولة. وهذا تضليل وباطل. أكيد. تضليل وباطل. فالذي يقول تعديل يجب أن يتقي الله بعد هذا المصطلح. لأن ما غاديش نعدلوا خلق الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة لقمان. ويعني نتمنى الناس يحفظوا هذه الآية ويبقوا يردوها مزيان، هي الآية دي سورة النساء. هذا أكبر حجة وأكبر دليل، لأن عندنا شرع وعندنا وحي وعندنا قرآن وعندنا سنة. فيقول في سورة لقمان سبحانه وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني أشار إلى استعمل ترونها لكي نرفع أعيننا إلى السماء ونرى أنها مرفوعة بغير عمد. يعني حجة ظاهرة. يعني خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبت فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأتنا به من كل زوج كريم. نعم صدق الله العظيم. كلمة كريم في أيها الناس في سورة الحج. نعم. أن الله سبحانه وتعالى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وكان كذلك في سورة الشعراء: من كل زوج بهيج. نعم. لكن هنا جاءت من كل زوج كريم. نعم. فالله تكلم على الزينة وعلى جمال الجمالية وعلى جمالية الكون بزوج بهيج. هذا فقط الناس باش يشوفوا هذا الخلق اللي خلق الله زين جيد، يعني نعم. جميل جدا. لكن في سورة لقمان زوج كريم. نعم. فهذا قرآن كوني. نعم. هذا قرآن كوني ولا يفسر بالأدب، يفسر بالعلوم ساينس. نعم. معنى زوج كريم أننا فسرناها بأنه زوج لا يضر، والزوج الآن الذي غيره العلماء هو زوج ليس كريم، هو أكيد. زوج يضر. أكيد. وفيه الحساسية وفيه السرطان وفيه الأمراض المناعية وفيه المصائب كلها الآن اللي مرتبطة بهذا. نعم. ولذلك هنا علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هنا تكلم على الحيوان والنبات. نعم. لما تكلم على الحيوان قال: وبت فيها من كل دابة. نعم. أن كل ما يدب حيوان، والحيوانات كلها تدب بما في ذلك. نعم. الحشرات. أكيد. ولا حتى القمل والبراغيث كلها. نعم. تدب. أكيد. لكن لما تكلم عن النبات قال: أنبتنا. نعم. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. نعم. وشنو قال من بعد هذه الآية؟ هنا نتأكدوا بأن هذه الآية علمية، يا ساينس علمية، سيونس بالفرنسية وليست أدبية. نعم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. نعم. يعني خلق ما لا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال، يعني هذا خلق الله، يعني الخلق ديال الله ما خصوش يتغير، الخلق ديال الله جيد، الخلق ديال الله كريم، يعني لا يضر. نعم. ولا يسبب سرطان ولا حساسية ولا شيء. خلق الله فيه المضادات للأكسدة 5 أضعاف المضادات للأكسدة الموجودة غير في النباتات اللي كنسموها احنا الرومية. نعم. يعني خلق الله ليس فيه أشياء تضر، خلق الله يجب أن يكون بدون مبيدات، خلق الله يجب أن يكون مروي أو مسقي بمياه جيدة، خلق الله يجب أن يكون بأمطار جيدة، لأن حتى الأمطار الآن مع الديوكسينات ومع الغازات تسقط على الأرض ولا أمطار حامضية، وهذه الأشياء يعني هي يأكل الحيوان. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. وكين الآن بعض العلماء اشتبه عليهم الخلق، الآن اشتبه الخلق على العلماء. نعم. علاش؟ لأن بعض العلماء الآن بدأوا كيديروا باتنت، بدأوا كيسجلوا هذاك الخلق ديالو. نعم. يقول أنا عندي واحد البذور ديال الدورة مسجلها ديالي، ما بقاتش ديال الله. شرا هي دورة مسجلة، ندخلنا في التيرمينيتور، يعني هي تعطي إنتاج لكي تشتريها من الصانع ديالها مرة أخرى. وهذه كذلك كاينة في القرآن، لأن لا يمكن القرآن أن يعلو عليه. كاينة الآية ديالها في القرآن. نعم. قل من رب السماوات والأرض قل الله. نعم. قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. نعم. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. صدق الحق. تشابه الخلق الآن على العلماء. نعم. يظنون أنهم خلقوا ذرة أو صويا أو دجاج أو ديكرومي أو يعني القنية هذه الأرانب الآن لكي ربيها، ولا حتى النحل الآن. النحل الآن مغير وراثي ترانسجينيك دابا في كثير من دول. النحل اللي عندنا في المغرب نحل رومي ماشي نحل بلدي. نعم. هذا. ولذلك نعم النحل الرومي كيقضي على النحل البلدي، ما يخليش. أكيد. ما يخليش النحل طبيعي. حتى الحلزون الآن تغير في أوروبا، الحلزون غيروه وراثي. حتى سمك السالمون الآن اللي كيستورد المغرب، سمك السالمون مغير وراثي، لأنه في الأحواض ديال الدول الاسكندنافية تنتج سالمون، سمك سالمون مغير وراثيا معروفة، هذه كل الناس يعرفونها إلا أن تقال في الصحافة. يعني أعود إلى سؤال السيدة فاطمة. هذه السيدة قالت هل قفتنا؟ نعم علي نشوف نكمل مع السيدة فاطمة. نعم. يعني هذه الأضرار هي هذه لائحة الأضرار، وكل كل كل شيء فيه مضر وليس كريم. الله سبحانه وتعالى يقول ليس كريم، يعني علاش؟ لأن يقول أنبتنا فيها من كل زوج كريم ثم
ثم تبعها الآية اللي تبعها هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين، ثم بدأت الآيات ديال سيدنا الوصايا ديال سيدنا لقمان لابنه. فهاد المسائل خصنا نفهموها لأن عندنا كتاب، احنا عندنا وحي، يعني يجب أن لا يضحك علينا العالم. لما خرجت الداروينية يعني العلماء الإسلام ما قدروا يقول لا باش، لأنه قرآن كوني. هذيك ساعة كان الفقه متقدم ولكن كانت العلوم ساينس، كان القرآن الكوني ما عندناش علماء، يعني دكاترة يعني في العلوم، في الطب، في العلوم الحقة، في العلوم البيولوجية وعلوم الفلك اللي كانوا غادي يردوا على هذوك الناس. يعني بقات الداروينية كيضحكوا على الناس بها. وهي ظلم، هي ظلم ومنكر. ثم لما علماء الغرب يعني تنكروا من الداروينية، عاد علماء الإسلام قالوا الداروينية يعني يجب ألا تكون. وجاءت بعدها نظريات، مع نظرية مالتيوس مثلا، مالتيوس نظرية مالتيوس التي تقول بأن الأرض غير كافية للناس، هي نظرية باطلة ونظرية يعني فيها شرك وفيها كفر وفيها جور وفيها جرأة على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا التغيير الولاتي، أن الكتاب الوحيد الذي يرد على التغيير الولاتي هو القرآن. ليس هناك كتاب يرد على التغيير الولاتي إلا القرآن. والقرآن أنا سرد غير السرد ديال ثلاث آيات، سورة النساء ولقمان، وكذلك يعني سورة قل من رب السماوات، سورة الحجر أظن. فهذا هذا والله سبحانه وتعالى حتى في آيات في القرآن الكريم يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم أكيد، يعني وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم لا كل شيء الكتاب يجب أن نعيش فيه، في علوم كذلك، في ساينس وفي تدقيق، هو الذي يرد على هذه العلوم في كل الأجوبة أكيد. فهذا يعني الأشياء الله سبحانه وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم الله أصلحها ونحن نفسد فيها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح، كيف نفسد هذا الأرض؟ باش نفسدوها باش علماء قالوا التلوث، صناعة الغاز. نعم ولكن شيء بسيط، ولكن الأكبر فساد في الأرض هو التغيير الوراثي من الناحية الفقهية. الفساد يعني العلماء كي الفقهاء كي يعنيوا بآخر. نعم هو فساد. مثل الفسق، مثل الزور، مثل المنكر، مثل القتل، هذا هو فساد. لأن الله سبحانه وتعالى عنعت فرعون من المفسدين. يعني لأن كان مفسدين وكان يقتل الناس، يعني كان هو تجبر وقال يعني ما علمت لكم من إله غيري. فهذا يعني لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هنا أمر، ولا تفسدوا أمر في القرآن. من اللي كيكون أمر فهو قرآن يجب أن نأخذ به، يعني ماشي يعني يجب أن يطبق. ولا تفسدوا الله كأمر، لا لأن يعني من ما تفسد فأنت عصيت الله وأنت يعني خرجت عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وما أمرك به. ربما أظن أن نديروا حلقة، ربما نسجلوا حلقة حول التشريع الغذائي. نعم. لماذا؟ لأن الآن العالم الغربي الآن قضى على الدول السائرة في طريق النمو أو الدول التي لا إنتاج لها كما تفضلت المقدلة بالتشريع. نعم أكيد. وهذا التشريع كاين في القرآن. نعم. وكاين في 15 آية في القرآن اللي في التشريع الغذائي. نعم. كاين في سورة الأنعام. نعم. أي دكتور في دقيقتين، كيف نقي أنفسنا من أضرار هذا التغيير الوراثي؟ نعم. وكيف هل هناك إشارات لكي طبعا نحمي أنفسنا وأولادنا وأسرتنا من هذا الضرر؟ الحماية الوحيدة هي ألا نستهلكه، ولكن قبل ذلك يجب أن يعلم الناس هذه المنتوجات المغيرة وراثية. نعم. والفلاحة المزارعين هم الذين يجب أن يعلموا هذه. نعم. والمهندسين والبياطرة والصناعات الغذائية، مهندس الصناعات الغذائية والأطباء والصيادلة، هذو كلهم خصهم يعرفوا هذه المشكلة. كاين جمعيات حماية المستهلك راه عدتها باش كذا 40 هذا. نعم. يعني أنت سألتي على كيف نقي، ولكن أنا أخشى أن يكون فلاحة ما قارنش وما عارفينش هذا الخطر ديال التغيير الوراثي ويضلل بهم، وغادي يكون إغراءات، وغادي يقول لي مثلا واحد الزيتون راه كيعطي 40 يطرو في المياه. واحد المنتوج راه كيعطي 70 طن في القطار. والان عندنا دخل الفلاح الان راه مزرعوا الفول الرومي، راه مزرعوا الذره، جات من برا، زرعوا الحمص اللي جا من برا، زرعوا العدس اللي جا من برا، وكاينين شي وحدين زرعوا الشعير جا من برا، واحد الفول زرعوه في المغرب، واحد الفول كيقول لي الفلاح الفول الرومي. يعني هذاك الفول ما كانش كيتباع في البكيه، كان يتباع في خنشه كيكيلو الناس من السوق. ملي ولا يتباع في البكيه ولا ديال الشركه، ملي ولا ديال الشركه خصهم يعرفوا الفلاح هاد البذور هادي منين جايه وعلاش جات. فخص الفلاح هما اللي كيكونوا واعين. وكنظن ان يعني الحمد لله ان المستهلك المغربي، هذه هي اللي غادي نبشر بها المستمع الكريم، ان المغرب المواطن المغربي هو المواطن رقم واحد في الدول العربية في ناحية الوعي الغذائي. جيد. وهذا المواطن رقم واحد.
أصبح على علم بالاستهلاك يدرك. فالمغاربة هم الأولين في العالم العربي الآن من حيث التوعية الغذائية. نعم. هذا نعم. وأنا كان نقول خاص نكونوا إحنا الأولين، علاش؟ لأن عندنا أكبر عدد ديال الباحثين في الميدان. إذا دكتور كنتمنى من الجمعيات وطبعا اللي كتهم طبعا صحة المستهلك أنها ولو أنها ترشد المستمعين أو يعني الناس كاملين حول هذا الخطر من التغيير الوراثي اللي طبعا سيضر بصحتنا جميعا. نتمنى وأنهم يخرجوا ولو كتيب إن شاء الله بالنسبة للمواد اللي طبعا مغيرة وراثيا اللي يمكننا يعني عندنا الجمعية عندها ملصقات وعندنا مطويات وعندنا ملفات وعندنا معلومات اللي بغى يستشار وهذاك الشيء. نعم. كي المقر في القنيطرة. نعم. ربما نشروا كاع الهاتف ديال الشباك. نعم. والهاتف ديال هذا ديال الرئيس هذا ديال الجمعية ربما علي الرئيس بيطاري الرئيس بيطاري وبيطاري وعنده وانتم طبعا على صفحة يعني إن شاء الله نشروها باش يستفدوا منها الناس كاملين. وكعدنا حتى أدبيات التبليغ حتى أدبيات. نعم. يعني نبلغوا للناس الخبر. نعم. من أجل الوعي. نعم. مش من أجل استقطاب الناس ولا من أجل الوعي. خاص المواطن يعاني يعني هذا الموضوع دكتور خطير جدا يعني خطير جدا وخصوصا أنه يدخل في شرع الله أنه داخل في شرع الله. نعم. هذا هو إذن لا يمكن أن تكون علوم هكذا خارجة عن مسار الطبيعي عن الوحي ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد. إذن شكرا لكم دكتور على كل هذه المعلومات القيمة التي استفدنا منها جميعا، وشكرا للمستمعين الكرام الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة لإثرائها. أشكر طبعا الفريق الذي رافقني إيمان مزاحم في الإخراج دائما وأحمد مخشون في الهندسة الصوتية. لكم مني أجمل تحية لطيفة الصمدي، إلى اللقاء والسلام عليكم.